بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل وجرح العشرات من المدنيين إثر تجدد القصف الجوي المكثف على مدينة عربين شرقي دمشق بحسب ما أعلن الدفاع المدني. وتشهد مدن وبلدات الغوطة الشرقية وقف لإطلاق النار ضمن اتفاق مناطق تخفيف التصعيد الذي أعلنت روسيا عن نصم حدوده وإدخال قوات تابعة لها لمراقبته بعد اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة. كشف مصدر أمني عراقي مسؤول عن بدء القوات العسكرية بإرسال حشود قرب قضاء تل عفر بمحافظة نينوى استعدادا لاقتحامه وتحريره من احتلال تنظيم داعش. وقال النقيب في قيادة الجيش العراقي إن نحو 100 عربة عسكرية وناقلة جنود وصلت فجر اليوم على متنها مئات الجنود إلى محيط منطقة بادوش وأخذت بالتموضع هناك وإقامة ثكنات عسكرية ووحدات تدريب سريع. أصدر بيان مشترك بعد اللقاء الذي جمع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجاء في البيان المشترك أن الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيا مع التعهد بالسعي لتأسيس دولة مدنية بما يضمن وحدة الدولة. وأشار المسؤولان إلى أنه سيتم توحيد المؤسسة العسكرية والتنسيق بملف مكافحة الإرهاب. ووفق مسودة بيان نشرتها الرئاسة الفرنسية التزم السراج وحفتر بوقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات في أقرب وقت. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق. قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن الاتحاد يدعم مطلب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف دعم الإرهاب. وأضافت موغريني خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يتفهم الموقف المصري من الأزمة. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم قال إن اليمن يشهد حاليا أكبر تفشي لوباء الكوليرا في العالم. وبحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية صدرت يوم أمس توفي 1864 شخصا في اليمن جراء وباء الكوليرا. أطلقت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طلقات تحذيرية على قارب تابع للحرس الثوري الإيراني أثناء اقترابه منها لمسافة 137 مترا بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي. صرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس بريس أن القارب التابع للحرس الثوري الإيراني كان يقترب بسرعة كبيرة ولم يستجب للإشارات ولم يرد أيضا على الاتصالات ولم يترك خيارا سوى إطلاق عيارات تحذيرية. يتم الموجز، شكرا للمتابعة.